يعني في واقع الأمر الفلتان لن يتواصل في مناطق سيطرة الميليشيات الإخوانية المسماة بالجيش الوطني. هذه الميليشيات التي فتكت بكل المواطنين الذين يعيشون مكرهين صراحة تحت حكمهم مثلما كانوا يعيشون في فترة سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية. الحياة في كنف هؤلاء تشبه إلى حد كبير حياة الجحيم. طبعا أنا لا أقصد المستوطنين فهم في رفاه في تلك المنطقة، لا أقصد يعني السكان المحليين أبناء المنطقة الأصليين. ميليشيات الجيش الوطني الإرهابي الذي يعني يدعون تطبيق شريعة الله هم من أخطر الميليشيات الإرهابية في العالم. والمثير للسخرية أن زعيم يعني هذه الميليشيا الإرهابية يطالب المجتمع الدولي قبل يومين بتسليمه كان بالمنطقة نفوذ الإدارة الذاتية، وكأنه حرر سوريا بالكامل من خصومه ولم يتبقى سوى القامشلي حسكة وكوبان. يعني هذا أمر غريب صراحة ومثير للسخرية. أيضا فيما يخص كما أشرت في تقريرك مستوطنة الأبيض، هذه المدينة يعني غارقة في حقيقة الأمر في دوامة العنف الناتجة عن سيطرة عصابات التشريح والخطف التابع لهذه الميليشيات. ففي الأمس يعني وكما ذكرت داهمت عناصر ميليشيا الجيش الوطني قرية تسمى بعلي بازية تقع في ريف الأبيض. المداهمة كانت من أجل يعني اعتقال شخص سبق له أن عمل مع قوات سوريا الديمقراطية قبل عملية ما يسمى بنبع السلام. كان يعمل مع قوات سوريا الديمقراطية، ما أدى يعني المداهمة كانت من أجل اعتقال هذا الشخص يعني. لكن القرويين رفضوا يعني تسليمهم هذا الشخص. يعني عناصر الأحرار الشرقية تفاجؤوا بهذا الرفض من القرويين، وكانت يعني ردة فعلهم ردة فعل عصابات التشريح اطلاق النار على المتظاهرين مما اسفر عن إصابة قرويين اثنين يعني. ولكن استاذ أزاد، يعني ما دقة المعلومات التي تتحدث عن اجبار ذوي المعتقلين او المخطوفين او المغيبين قسرا بدفع فدية مالية، وإن لم تتمكن أو يتمكن ذويه من دفع هذه الفدية يتم قتله وإرساله إلى ذويه؟ نعم يعني في نفس البلدة يعني وقبل مدة قصيرة رفض المسجد السوري لحقوق الإنسان يعني جريمة أخرى، وهي أن ميليشيا الجيش الوطني قتلت مواطنا تحت التعبيد لأنه لن يستطع دفع المبلغ المطلوب للإفراج عنه. يعني كما ذكرت أنت المواطن حسب المرصد قام بتسليم نفسه، أي ذهب برجليه طوعية عندما طلب منه ذلك نتيجة تعاون هذا المواطن مع تلك أو العصابات. النتيجة كانت تصفيته يعني وهو ذهب برجليه. أيضا يعني أريد التعقيب بشكل سريع حول ما يجري في منطقة دير الزور لو سمحت. يعني منطقة دير الزور هي منطقة يعني ما تزال منطقة نصفية كانت صادقة تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، وكانت يعني المركز الأهم لضخ المال إلى خزينة داعش. يعني قوات سوريا الديمقراطية وبمساندة التحالف الدولي قامت بتحرير المنطقة من خير الزور من داعش يعني. والمنطقة كانت تشهد أمانا نسبيا منذ ذلك الوقت، منذ وقت تحرير الباغوز وتلك المنطقة باستثناء بعض هجمات داعش في المنطقة. الآونة الأخيرة يعني حتى في وسائل الإعلام حدثت حالات اغتيال ثبت فيما بعد انها من اعداد المخابرات السوريه وتوجيه روسيا يعني لزرع فتنه بين العرب والكرد في طيب استاذ أزاد، يعني لو سمحت لي انتهى الوقت المخصص يعني لهذه المداخله، سناتي على ملف هذه الاغتيالات. يعني فقط اود ان اقول ان المصلحه التركيه والروسيه والسوريه تلتقي في احداث الفتنه في دير الزور، والهدف واحد يعني هو تحريض العشائر العربية ضد قسد من أجل طيب. سنتناول هذا الملف بكل تفاصيله في نشرات الأخبار أو حلقات البرامج. أنا أشكرك جزيل الشكر الناشط الإعلامي أزاد أحمد، كنت معنا مباشرة من الشمال السوري.